مسيتوا بالخير يا اخواني. اليوم عندنا كرفان بلاك ليبل شيروكي بثلاث توسعات. هذا الكرفان التقسيم الشبابيه كم طوله؟ 40 قدم. كم سعره؟ 190 الف درهم. نشوف سعره ليش غالي، نشوف هاي التقسيم ايش قال. ميلس صديقي ميلس، بتشوف هذا هو الكرفان. عندنا هذا الجيك التوماتيك سلندرات الغاز. هنا عندنا مستودع، نشوف المستودع، مستودع كبير. عندنا هنا المدخل، هذا المدخل يدخلنا على غرفة النوم مباشر. عندنا هنا المظلة الخارجية بلاك ليبل. عندنا شاور، وهني حق المطبخ. هذه الثلاجة، عندك هنا مكينة الثلج، الشواية، الثلاجة، الشاور الخارجي. طبعا هذه توسعة. عندنا هنا السلة الخلفية مع ثلاث توسعات. سمي بسم الله وتدخل الكرفان. الله ميل الصديقي، ما شاء الله تبارك الرحمن. بيقعدون خويانك في هالمكان، بيقعدون خويانك في هالمكان، بيقعدون هني. وبتحط التلفزيون 75 بوصة، يعني هذا المكان تقريبا كله 75 بوصة. جميل، ما بالك تقعد في هذا المكان أو تقعد في هذا المكان. شاهد التلفزيون، تقعد على المكان. والله ما شاء الله، بس كذي ها تبسط، طال عمرك في هالرحلة تجلس بين خويانك. الجميل في هالموضوع ان ميلس، والاجمل نشوف الاجمل اذا قعدنا في هذا المكان، تاخذ المنظر الجميل وتحط ريوقك في هالمكان. تبى طاولة الطعام، ما تبغى تتريق على طاولة الطعام تي تقعد هني. نظام فنادق جميل، قاعدة جميلة. طبعا عندنا هني المطبخ الداخلي، هذا هو المطبخ الداخلي. عندك الفرن، عندك الثلاجة بعد 12 فولت. خلاص الحين من كثر ما نقول بتقطع. جميل، ترده. خلصنا. هنا عندك حق الصابون، افكار طيبة في هذا الكرفان. حجم الستور، شوف حجم الستور، المستودع. هذا المستودع طبعا ميزه طيبه حق كبار السن، نقول دوره المياه في هذا المكان بهذه الطريقه حق كبار السن احنا نقول. واذا بغى يتسبح ويقعد في هذا المكان تقدر تقعد وتتسبح. ناخذ على وضعيه، عندك هني ال دبليو سي، شوفوا كم باقي. هني شبر وهني شبر، يعني تقدر تاخذ راحتك في دورة المياه. طبعا نشوف هني الميزات، غيروا اللون، ركبونا المغسلة الأكبر في هذا المكان. هاي المغسلة أكبر، طبعا فيها مستودعات داخلية في هذا المكان. ندخل غرفة النوم، نشوف المستودعات الداخلية، نشوف السرير اكس لارج. طبعا هذا السرير اكس لارج، وفي مستودع داخلي. وبالاضافة ركبنا له مكيف الاسبلت في هذا المكان. عندنا هنا مستودعات الداخلية، تبى تعلق ملابسك، تبى تحط اغراضك في هذا المكان. واذا حبيت تطلع برا، ما تبغي تطلع من الصالة،
نطلع برا وندش امورنا طيبه. طبعا اخواني هذا الكربان بطول 40 قدم، بنشوف على اليم باليسار نب توسعه، وعندنا هني توسعه، وعندنا هني توسعه، ف ننجبر لهذا الكربان ان نركب له المكيف الكاسيت. هذا هو مكيف الكاسيت، اسمي تبريد مثل ما يقولون يجيب الراس. يا والله العظيم هذا هو الكربان. طبعا هني نظام البلاك ليبل، وبنشوف الستاير، نشوفها بهذه الطريقة. شوف 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 شوف، تبغي تفتح تبغي تسكر كامل، شوف سكرنا كامل، فتحنا النص فتحناها كامل بهذه الطريقة. أول مرة تشوف هالستاير، ما تشد شفناها بس في 2022. طبعا يوم نقعد في هالمكان عندنا من منفذ اليو اس بي موجود عندنا هني، والينب الثاني ونفس الشيء عندك الستاير، بتنزلها من هالمكان ولا بتنزل الستاير من هالمكان. هني ستارة وهني ستارة، فعهد جديد، فنرفعها شوي شوي نسكر، ولا نزلناها شوي شوي ونزلناها. جميلة جميلة جميلة. فهذا هو الكرفان، كرفان طول 40 قدم، الكرفان مع 3 توسعات، تقسيمة شبابية، ميلس، وين ما بتشوفه الكرفان جميل، قاعدته إطلالة جميلة، بناخذ من هني الإطلالة، بتاخذ من هني الإطلالة، من كل مكان تشوف الزجاجة هني تشوفه، ناخذ لفة كاملة من كل مكان بتشوف فيه إطلالة. فهذا هو الكرفان، كرفان جميل، تقسيمته جميلة. طبعا اللي عنده سؤال، عندك استفسار، تبغى تسأل عن هالكرفان، تبغي تمر المحل تشوفه عندنا وتشوف هذه التقسيم الجميلة، المحبين تقسيم الشبابية، أجمل كرفان بتشوفه بإذن الله. محدثكم أخوكم براشد حمد الفراسي، كرفانات الخليج، ونشوفكم على خير يا إخواني، مع السلامة.